بدر الدين بوشلا المؤسس الفعلي لجمعية ليسا للطفولة والبيئة ويشتغل الآن نائب رئيس جمعية ليسا طبعاً للطفولة والتنمية مدينة الرئيس بسمة الاتحاد. شكراً. تحية مسائية مهنية يطلبها الحبوب والاحترام والتقدير والخير باسم جمعية ليسا الطفولة التنمية العرائش بشخص رئيستنا فاطمة عزيز وجمعية أمل لمرضى السلطة في العرائش بشخص الأستاذة سلمى جمعية إبداع والازدهار للثقافة والتنمية العرائش بشخص الأستاذ هيثم. أرحب بكم في هذه الليلة المباركة التي نتمنى أن نرسم على شفاه الصغيرات البسمة، والبسمة هذه هي شعار هذه الليلة. فالشكر الجزيل للحضور الكريم، الشكر الجزيل للجنود الخفاء الذين سيسهرون على إدخال الفرحة والسرور على الفئة الصغرى.